أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من تحت الضوء. سنسلط الضوء فيها على موضوعين. الأول، دلالات حرص إيران على تعيين سفراء لها في العراق منذ عام 2003، جميعهم ينتمون للحرس الثوري الإيراني وليس من وزارة الخارجية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سنبحث ما وراء تعيين السفير الإيراني الأخير محمد كاظم الصادق، وهو مساعد السفير السابق إرج مسجدي، الذي له دور فاعل في تأسيس ميليشيا الحشد والتوجيه بقمع ثورة تشرين السلمي، وعن دلالات تعيينه رغم إدراجه على لائحة الإرهاب الأمريكية. أما الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام، فسنسلط الضوء فيه على علاقة إيران بالطائفية في العراق وأهدافها وغاياتها، وكيف أسهمت في تأسيس نظام المحاصصة في العراق، وما هي المكاسب الإيرانية في إطار مشروع التغيير الديموغرافي، وإلى أي مدى حققت مشروعها في العراق من خلاله، ودلالات التصريحات الطائفية المتكررة من السياسيين لتبرير الفشل في تشكيل الحكومة، ودلالات تصريح الإطار التنسيقي بأن الصراع على رئاسة الحكومة وسلبها من القوة الشيعية بحسب وصفهم يقود إلى الفوضى. وسيكون معي في هذه الحلقة الدكتور فاروق الفتيان، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي عبر سكايب من أثينا، والأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، والأستاذ عبد القادر النيل الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من عمان. فمرحبا بضيوفي الكرام. نشاهد بداية هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي عده الزميل قاسم جاسم، ثم نبدأ بالحوار. أرجو أن تبقوا معنا. العراق في 2003، وإيران تصر على تعيين سفرائها في العراق من ضباط الحرس الثوري الإيراني، ابتداء من أول سفير لطهران في بغداد حسن كاظمي قمي المعروف بصلته بملف الاغتيالات في العراق، إلى محمد كاظم الصادق المصنف ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية، والذي تم تعيينه خلفا لإرج مسجدي. السفير الجديد الصادق عضو في مجلس إدارة جمعية سباس التابعة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وشغل منصب مستشار للسفير الإيراني في بغداد. إرج مسجدي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية وأحد ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وله الدور الكبير في تأسيس ميليشيا الحشد، فضلا عن إدارته لثلاثين منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل في العراق تحت مسميات إنسانية وثقافية. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن دور غير خفي للحرس الثوري الإيراني في العراق، حيث يتم تعيين سفراء إيران في بغداد وبيروت ودمشق من الرتب العليا في الحرس الثوري وليس من وزارة الخارجية، في إشارة إلى أن سفراء إيران في هذه العواصم يمارسون أنشطة عسكرية وأمنية من شأنها زعزعة أمن تلك الدول وإحداث تغييرات ديموغرافية لفرض وتمدد النفوذ الإيراني بعيداً عن العمل الدبلوماسي. إذن تابعنا سوياً هذا التقرير. أبدأ معك أستاذ حسين، دلالات اختيار إيران السفير الأخير لك في العراق. يعني أنا أعتقد أنه إيران اختارت محمد كاظم آل صدر وما قبله من السفراء اللي هم ينتمون إلى الحرس الثوري، هذا يثبت أنه إيران لا تعترف بالعراق كدولة، تتعامل وياها مع العراق كولاية تابعة لولاية الفقيه، لن تتعامل معه من خلال الندية ومن خلال دبلوماسية من وزارة الخارجية، تعامل مع وزارة الخارجية سفير مدني بسفير. هذا التعامل ما بين إيران والعراق بعد 2003 لم يكن بندية دولتين تتعامل مع بعضهم، وإنما تتعامل بهذا الأسلوب، بأسلوب التبعية، أنه العراق تابع لولاية الفقيه. لهذا السبب أنه السفراء جميعهم من الحرس الثوري، الحرس الثوري هو تابع لولاية الفقيه، لا يمكن أن تتعامل مع دولة جار أو مع أي دولة كانت أنه يكون ضابط هو المسؤول على العلاقة السياسية والعلاقة الدبلوماسية بيناته. وإضافة للسفير أنه الآن عندما تكون هناك مشكلة بين العراق وإيران أو أي مشكلة عراقية داخلية، تجد أنه مثلا الملف العراقي كان مستلمه قاسم سليماني وهو أيضا ضابط في الحرس الثوري.
الآن قاني أيضا هو ضابط. إيران لم تتعامل مع العراق من خلال قنوات دبلوماسية رسمية مثل وزارة الخارجية وبقية المؤسسات الرسمية، تتعامل من خلال الحرس الثوري، والذي يتعامل معه من خلال الحرس الثوري على اعتبار أنه هو تبعية لهذه الدولة اللي هو نظام ولاية الفقيه. ما بعد 2003 هكذا تتعامل إيران، بينما ما قبلها ما كانت تجرأ على التعامل بهذا الأسلوب. فإذا نظام ولاية الفقيه يعتمد هذا الأسلوب في التعامل مع العراق ومع العواصم التي يسيطر عليها. نعم نعم. أستاذ فاروق الفتيان، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي من الأعراف الدبلوماسية، كيف ترى طريقة تعامل إيران مع العراق؟ هل من الطبيعي أن يكون ضابط في الحرس الثوري الإيراني هو الذي يتسلم مهام دبلوماسية لتمثيل إيران الخارجي في العراق؟ هذه تعتمد الحقيقة على الدولة المعتمد لديها هذا الدبلوماسي. عندما تكون الحكومة تابعة لذكر ضيفك الكريم أنه عندما إيران تنظر إلى العراق كولاية تابعة لولاية الفقيه، ويكون من على رأس السلطة في العراق هو نظريا وعمليا يؤمن بولاية الفقيه، يعني هذه السفارة الإيرانية بدأت بعملها بشكل بارز أيام إبراهيم الجعفري، يعني مع وصول حسن دنائي، هذا السفير تصرف وكأنه فعلا هو من، يعني مثل ما كان في عهد الانتداب البريطاني السفارة البريطانية تمارس دور الحكومة البريطانية بالتوجيه بكل شيء على الحكومة العراقية وعلى العراق، أصبح حسن دائي يتصرف وكأنه هو المندوب السامي أو مندوب الولي الفقيه في هذه الدولة. فإذا يعني الحق ليس على إيران وإنما على حكومة بغداد، وعلى من مثل ما ذكر ضيفك الكريم، هل كانت تستطيع إيران أن تتصرف بهذا الشكل قبل الاحتلال؟ حتى ولو كان ضابط مخابرات، كثير من دول العالم ترسل ضابط مخابرات، لكن هذا الضابط المخابرات ملزم باحترام القوانين. طيب. والأعراف الدبلوماسية المعتمدة في البلد. إذا كان هذا الضابط أساسا هو مدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية، كيف له أن يباشر عمله ومهامه كسفير لإيران في العراق؟ هذا هو التواطؤ، هذا هو الحقيقة، التواطؤ الأمريكي منذ اليوم الأول. فتحت القوات الأمريكية الغازية في الشهر الأول للاحتلال، فتحت الحدود أمام الإيرانيين وبدأت أفواج تدخل. كنا نتذكر عندما دخل الحكيم محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، وكيف دخلوا بأفواج. إذن التواطؤ الأمريكي هو السمح للتمادي المخابرات، الحرس الثوري الإيراني والسفارة الإيرانية والمخابرات الإيرانية، ليس في التغلغل في بغداد وإنما في أغلب مدن العراق وفي أغلب مؤسسات الدولة، وأصبحت إيران لها باع في كل مكان. نعم. أنتقل إليك أستاذ عبد القادر، يعني هل ثمة علاقة بين العمل العسكري والعمل الدبلوماسي؟ ما ترى في حالة السفير الإيراني في العراق، هل جاء بمهمة أمنية عسكرية أم مهمة دبلوماسية كما بقية دول العالم؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيوفك الأكارم، ورمضان مبارك عليكم. رمضان مبارك عليكم. من المعلوم تماما هناك دلالات خطيرة في تعيين حقيقة صادقي السفير الجديد، وهو المسؤول المباشر عن الميليشيات في العراق، وبالتالي حقيقة الذي أيضا أشرف على تدريب خلايا الاغتيالات في جرف الصخر، وهذه معلومة نكشفها عبر قناتكم. هناك معلومات حثيثة يعني على هذا الشخص وخطورته، وبالتالي إيران اليوم بدأت تكشف عن أوراقها بشكل علني، بمعنى أنها قد وصلت إلى مرحلة حرجة داخل العراق، ولا سيما بعد تعيين
السفيرة الأمريكية الجديدة التي ترتبط أيضا بالمخابرات الأمريكية. لذلك نحن أمام تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي، وهو ألقى بظلاله بسبب حقيقة ما وصلت إليه العملية السياسية من فشل ذريع وانسداد كبير. ربما بعض الأطراف خصوصا الأطراف السياسية المرتبطة بالإطار التنسيقي تطمح على أن السفير الجديد الذي يمتلك سطوة قوية على ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات المرتبطة بإيران حقيقة يمكن أن يتفاهم مع السفيرة الأمريكية من أجل تقديم المساعدة في لملمة العملية السياسية وإعادة انتعاشها من جديد. وبالتالي ليس مستغربا أن يتم تعيين سفيرا مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، لأن أصل العملية في مجلس الحكم كانت هناك توافقات ما بين بوني برايمر والحرس الثوري الإيراني، أي سلطة الاحتلال الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتشكيل مجلس الحكم الذي بنيت العملية السياسية على ضوئه وتقسيماته الباطلة إلى هذه اللحظة. لذلك الملف منذ اللحظة الأولى والزيارة الأولى التي قادت أحمد الشلبي في عام 2002 قبيل الغزو الأمريكي وتحضيرات التفاهمات هنالك كانت هناك حقيقة لقاء مباشرة، الرسالة حملها إلى قيادة الحرس الثوري الإيراني، واللقاءات التي أنتجت في دولة السويد في عام 2002 كانت ما بين المخابرات الأمريكية CIA وما بين ضباط الحرس الثوري الإيراني الذي فيما بعد أنتج على دخول قاسم سليمان العراق. لذلك من الطبيعي لأن الملف العراقي حاليا هو تحت وصاية الحرس الثوري الإيراني، لذلك إيران لا تنظر إلى الدبلوماسية، مما معنى أن السفير الحالي صادق الذي تم تعيينه هو له خبرة ضليعة، لأنه أيضا مرتبط باستخبارات الحرس الثوري الإيراني، لأنه مسؤول عن جناح اغتيالات مهمة. لذلك إيران ألقت بظلالها لكشف الأوراق أو تعيين بشكل مباشر تماما، وهي قد يعني وقتت الخطوة مع وصول السفيرة الأمريكية إلى بغداد، لأن تغيير السفراء داخل بغداد في هذه المرحلة لها دلالات أيضا تنعكس على التفاوضات الموجودة لإيران في الملف النووي في فيينا. لذلك أظن أن القضية ذاهبة باتجاه تعيين هذا الشخص، لأنه إما أن يذهبون باتجاه فرض الميليشيات لداخل الحكومة وإعادة التوافق للعملية السياسية، أو أنهم سيذهبون باتجاه تصعيد الاغتيالات بشكل واضح. ولذلك إريج مسجدي عندما غادر تكلم بصريح العبارة ينبغي إشراك الميليشيات الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في الحكومة، وإلا فإن الفوضى تكون هي السائدة. ولذلك الإطار التنسيقي يعني نبه عن هذه القضية، بل هدد بشكل علني على أنه إذا لم تعد أطر العملية السياسية التوافقية فإن الفوضى قادمة في العراق. أستاذ حسين، يعني لعل هناك بصمات لكل سفير إيراني في العراق، مثلا حسن كاظمي قمي له بصمة الاغتيالات التي اتهم بها التي عمت العراق حينها بعد عام 2003. حسن دنائفر أصبح في وقته يتحدث هو عن صراع أمريكي إيراني وأجج الطائفية في حينها في عام 2000 ما بعد 2006. أيضا إرج مسجدي في عهده كان له دور فاعل في تأسيس وتشكيل ميليشيا الحشد، كذلك قمع ثورة تشرين. نائبه الآن محمد الصادقي أو محمد كاظم الصادقي الآن هو نائب لإرج مسجدي. نعم. ترى إيران في هذه الحالة ما هو المسار القادم المتوقع في ظل وجود هذا السفير؟ يعني أنا أعتقد المشكلة ما بعد 2003 وإلى الآن تبين أن هناك مشكلة شيعية. جميع السفراء اللي ما قبل محمد كاظم آل صادق لم يواجهوا المشكلة الحقيقية اللي هي مشكلة شيعية داخل المكون الشيعي في العراق، الإطار التنسيقي، القوى الأخرى، تشرين. اليوم من 2019 بدأت تظهر هذه على السطح، تشرين ظهرت، الانتخابات أفرزت قوى متعددة، كل هذا ثبت أن هناك مشكلة حقيقية داخل المكون الشيعي المرتبط في إيران والمرتبط والمكون الشيعي الحقيقي الأصيل في العراق. هذه القضايا يحتاج إلى شخصية لها معرفة حقيقية في الشأن العراقي وفي القبائل العراقية وفي التنظيمات السياسية والتنظيمات الحزبية العراقية.
هذا السفير اعتقد هو بالاصل هو من النجف، ويعني سكن في هذه المنطقه ويعرف هذه الاحزاب ويعرف هذه الشخصيات. اعتقد هذا الدور الموكل له انه لابد ان يخرج بصيغه لتوحيد الصف الشيعي داخل العراق، والا ستكون خساره ايران اكبر. الشيعة لم يخسروا شيء، يعني كما يتصور البعض انه الشيعة اذا ضاعت راحت منهم رئيس، هو رئيس الوزراء لم تذهب منهم. ما الفرق بين ان يكون رئيس وزراء من الصدر او يكون رئيس وزراء من الاطار؟ هذا العقليه موجوده عندهم هم ولدى ايران، باعتبار انه كل شخصيه تحكم العراق ما لم تكن لديها يعني جذور او ارتباط مع الحرس الثوري باعتبارها ان هي ستكون خاسره. وهذا ما حدث في 2010 عندما كان الدكتور اياد علاوي فاز، لم يسمحوا له بتشكيل حكومه باعتباره ليس مرتبطا مباشره بالحرس الثوري. هذا التفكير الايراني. اما على المكون الشيعي فهو لن يخسر شيء، بل هو خسر من 2003 ولحد الان نشاهد الوضع الشيعي كيف مترديا رغم اغلب الحكومه العراقيه من المكون الشيعي. فاذا مهمه هذا الشخصيه انه هناك مشكله حقيقيه داخل البيت الشيعي، اما تحل بطريقة التوافق وإما تحل بطريقة الصراع، المنتصر هو الذي يحكم وانتهى الأمر. وأعتقد جميع هؤلاء السفراء الأربعة لديهم مهمة، جميعهم لديهم خلفيات أمنية، اغتيالات طائفية، لأنه النظام الطائفي في إيران طبعا هو نظام لكل المؤسسات الدولة الإيرانية، لكن عندما تتكلم عن حرس الثوري فهو الأقرب إلى الخامنئي وهو الأقرب إلى الطائفية السياسية الموجودة في إيران والمصدرة إلى المنطقة العربية. فأكو نقاط مشتركة ما بين جميع السفراء، وأكو بعض القواسم بعض النقاط التي تختلف بصمة واحد عن الآخر. محمد كاظم أعتقد الآن يواجه أو مهمته كيفية حلحلة هذه المشاكل الشيعية الشيعية سواء ما بين الصدر والإطار أو ما بين الجمهور الشيعي اللي تمثله تشرين والحكومة وهكذا. إذن الكثير من بعض النقاط اتفقتم عليها جميعا ضيوفي الكرام. بالانتقال للأستاذ فاروق. أستاذ فاروق، يعني من وجهة نظرك الآن تغيير السفراء الإيرانيين داخل العراق هل سيغير من منهجية إيران في المرحلة المقبلة؟ أنا باعتقادي أن تعيين السفير الجديد وهو كما ذكر ضيفك أنه هو من مواليد النجف، مضاف إلى ذلك يجيد اللغة العربية بشكل جيد جدا، هو كان بعيد عن الأضواء بشكل كامل رغم أنه هو كان لفترة طويلة هو المستشار السياسي ليس فقط لأريج مسجدي وإنما عمل في فترات متقطعة مع حسن قمي ومع حسن دنائي، فلذلك هو يعرف العراق جيدا. وباعتقادي أن راح تكون هناك نوع من النقل النوعية في عمل الاستخباري والتركيز على عمل العسكري اللي هو بالأساس هو تابع إلى مؤسسة عسكرية اللي هي الحرس الثوري، فلذلك راح ما يكون هو ظاهر للعيان مثل ما كان أريج مسجدي أو الآخر ويتدخل في كل المسائل ويزور وزارات ويلتقي بشكل مباشر مع باعتقادي أنه راح يكون هناك نهج جديد، خاصة بعد عجز المكون الشيعي عن ترتيب وضعه من الانتخابات من شهر تشرين الأول ولحد الآن، يعني أكثر من 6 أشهر لم تستطع لا السفارة الإيرانية ولا جهود قاآني ولا جهود حتى خامنئي من خلال زيارات المسؤولين العراقيين أو الكتل السياسية العراقية بتوحيد الصف الشيعي. ولذلك باعتقادي راح تكون هناك تغييرات فعلا بتعيين هذا السفير الجديد. طيب أستاذ عبد القادر، هذه التغييرات التي تتوقعها، طبعا المشروع الإيراني منذ عام 2003 وصم بالتغيير الديموغرافي في العراق وهذا أمر واضح. من وجهة نظرك يعني في إطار يعني التفاهمات مع الغرب، ما الذي سيأتي به أو النهج الإيراني الجديد المتوقع خلال المرحلة المقبلة؟ من المؤكد تماما أنه الناظر لوضعية الحال الحالية في العراق يجد أن هناك يعني إيران ألقت بظلالها بسفيرين
أنا لا أقول فقط السفير محمد كاظم صادقي هو السفير الوحيد في إيران، لأن الملف العراقي السياسي أوكل إلى حسن دنائي، ومعروف هذا الشخص المجرم ماذا فعل في العراق وماذا فعل من عمليات تهجير وتنفيذ لأقصى صفحات الطائفية التي أرادها الاحتلال الأمريكي وأرادتها إيران في العراق. لذلك تلك الشخصيتين ستتواجد على أرض العراق، الأول سيكون هو المفاوض السياسي والثاني هو المسؤول عن تنفيذ الأجندات الخاصة. لذلك عندما إيران تلقي بظلالها بهكذا شخصيات لإدارة الموقف في العراق، فإننا نتوقع أن إيران ذهبت من موضوع الهيمنة على العملية السياسية إلى أنها تبحث عن تشكيل عملية سياسية أو حكومة بالكامل تحت تصرفها، لأنها تريد حقيقة استكمال الاستيطان المتكامل في العراق. وبالتالي هذا حقيقة يحتاج إلى عدة سيناريوهات يمكن أن ينفذونها داخل العراق. ليس فقط التغيير الديمغرافي سيكون هدفا أو استكمالا للمناهج، لأن هذا المشروع بدأ من 2003 وهو مستمر مع كل سفير يأتي، وبالتالي تتطور الأحداث ربما تزداد أكثر سوءا. لكن هناك حقيقة مرحلة جديدة وهي عملية ربط الحدود العراقية السورية، كذلك التضييق على القواعد الأمريكية الموجودة، التضييق على أربيل، عملية التحالف الذي أوجده حقيقة ضباط الحرس الثوري الإيراني بين ميليشيات الحشد الشعبي أو أربع ميليشيات رئيسية، بدر والعصائب والنجباء والشهداء مع حزب العمال البكك الكردستاني مع ضباط الحرس الثوري الإيراني، وأصبحت سنجار قاعدة متقدمة لهم للتفاوضات وكذلك للاتفاق على العمليات. تركيا باغتت اليوم في عملية عسكرية هذا التوجه، وبالتالي يمكن أن يتم استئصاله، وأيضا هي ضربة قاسية للتحالف الإيراني. إذا نحن أمام سيناريوهات لا تتعلق في العراق فقط، إنما في دول المنطقة، ولا سيما الجرأة الأخيرة التي أعلنت أحد الميليشيات التابعة للحشد الشعبي مسؤوليتها عن قصف الإمارات من الأراضي العراقية. هذا كله حقيقة سيلقي بظلالها على أن هناك ملفات شاسعة إيران تريد تحقيقها من خلال العراق وبالعراق، وبالتالي هي تدير عملية الصراعات الإقليمية والدولية داخل الأراضي العراقية، وهذا ما جعل أنها تدفع بأخطر رجلين موجودين في الحرس الثوري الإيراني، أولهما شخص في عقلية إجرامية ينفذ صفحات سواء كانت طائفية أو أخرى، والثاني الذي هو عين رسميا السفير الإيراني وهو يمتلك حقيقة عقلية استخباراتية يمكن أن ينفذ أجندات بعيدة ربما عن إيران أو عن اتهام إيران، ربما عن الإعلام أيضا بعيدة في الخفاء يعملها. كل هذه حقيقة سيناريوهات مفتوحة، أغلبها حقيقة ويتجه أن العراق متجه نحو الفوضى وصراعات جديدة على الأراضي العراقية ليس للعراقيين فيها مصلحة. وهنا حقيقة فقط أركز على قضية مهمة، أن الصف الشيعي في العراق موحد باتجاه رفض العملية السياسية، وأن من يمثلهم هم ثوار ومتظاهري ثورة تشرين ومن سيلتحق بهم، لكن الطبقة السياسية الحالية التي تدعي تمثيل الشيعة وهي موالية لإيران بكل أجنحتها فيما بينها صراع وجود لا يمكن أن يلتقون. التيار والإطار ذهبوا باتجاه لا عودة، لأنه رضوخ التيار الصدري للإطار أن سيكون هناك عملية تصفية صفرية له وهو يعلم بذلك، لذلك هو يحاول أن يتمسك بما بقى من زمام الأمور من أجل أن يفرض نفسه وحتى لا ينتهي في المرحلة القادمة. تغيير السفراء الإيرانيين في العراق ويأتي أيضا في توازيا مع نهج ثابت إيراني في العراق وفي المنطقة أيضا. إذن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من هذه الحلقة لنناقش أحد أدوات هذا النهج الإيراني أيضا، وهو أداة الطائفية. إذن فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في القسم الثاني من هذه الحلقة. سنضع تحت الضوء علاقة إيران بإذكاء الطائفية في العراق ومكاسبها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية من استخدام الطائفية، وإلى أي مدى حققت مشروعها في العراق من خلاله. نشاهد بداية هذا التقرير الذي أعده الزميل قاسم جاسم. لا يخفى على أحد ما أنتجته الطائفية من ويلات ودمار انعكس سلبا على بنية ونسيج المجتمع العراقي. بالمقابل استطاعت إيران من خلال تدخلاتها وأذرعها من تأجيج الطائفية وتغذيتها حتى أصبحت نهجا تتبعه الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران كلما احتاجت إلى ذلك. الطائفية التي أفرزت نظام المحاصصة تكشف اليوم عن مخاوف السياسيين وقلقهم على مناصبهم ومكاسبهم التي يحاولون التشبث بها من خلال إذكاء الطائفية التي لا يستطيعون الاستمرار بدونها. الإطار التنسيقي الموالي لإيران حذر مما سماه مؤامرة خارجية تحاك ضد المكون الشيعي بهدف تقسيمه وتشتيته، وأنه يسعى للخروج من الانسداد السياسي وإفشال هذه المؤامرة وفقا لتعبيره. وفي كل جولة من الفشل الذي تعاني منه الكتل السياسية يتم ربط الأمر عبر التهديد بالفوضى والتلويح بعودة الصراعات الطائفية إلى الساحة. بينما برر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم هذه التصريحات بالقول إن حفظ المكون الأكبر ليست كلاما فئويا أو طائفيا، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي ليس تحالفا بل هو ملتقى لتوحيد وجهات النظر بين القوى السياسية الممثلة لهذا المكون على حد قوله. في خضم استمرار شركاء العملية السياسية بتأجيج الطائفية يتزايد الرفض الجماهيري لتلك السياسة المقيتة وسط احتجاجات على ما وصل إليه العراق من أزمات سياسية واقتصادية تسببت في تراجع كبير على جميع المستويات، ما ينذر بمستقبل مجهول للعراقيين. إذن أبدأ القسم الثاني معك يا أستاذ حسين السبعاوي. فيما يخص موضوع الطائفية في العراق، ما عمر هذه الطائفية؟ متى بدأ عمر هذه الطائفية؟ يعني أولا الطائفية بدأت في العالم العربي وفي العراق منذ وصول نظام خميني إلى السلطة عام 1979. الهدف من وصول هذا النظام الذي اعتمد على الطائفية في إدارة الدولة الإيرانية ثم تصديرها إلى دول الجوار هو نهاية الدولة القومية وبداية الدولة الطائفية أو دويلات الطائفية بما فيها إيران. إيران كانت دولة قومية وتدار بهذا النهج، بوصول نظام خميني أنهى الدولة القومية ومن ثم بدأ تصدير هذا النوع من النظام بالقوة، لأنه هذا حالة فريدة بالعالم أنه لا يوجد نظام يفرض ما لديه من فكرة ونظام ودستور على العالم الآخر بالقوة إلا في إيران. ومع هذا العالم المجتمع الدولي غض الطرف عن هذا النظام ويسر له الطريق للوصول إلى بعض العواصم العربية لأن يفرض عليهم هذا النظام. هذا يجعلنا أن نجعل يعني لا تخفى علينا نقطتين رئيسية. أن هذا النظام هو ليس هدفه حفظ المذهب ولا الدين، وإنما هذا النظام هو أداة وصل إلى السلطة من خلال دعم غربي أمريكي فرنسي تحديدا أمريكي للوصول إلى سلطة لإشعال الحرائق في المنطقة ومن ثم تدميرها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه لا يمكن أن تنكر المذهبية والطائفية والعرقية والتعددية في العراق وفي الدول الأخرى، هي موجودة لكن في حالتها المذهبية والاجتماعية لم تتصل إلى المرحلة السياسية أنه الطائفية أن تكون هي الحاكمة أو العرقية تكون هي الحاكمة، بمعنى أنه انتقل من الطائفية من الحالة الاجتماعية إلى الحالة السياسية وجعلها هي السلطة الحاكمة في الدولة العراقية. وهذا ما حصل في العراق إلا في مراحل محددة، وهي سيطرة إيران على العراق. لاحظ منذ الفتح الإسلامي وإلى الآن كلما هيمنت إيران على العراق أثارت الطائفية وانتقلت بها من الطائفية المجتمعية المذهبية الدينية إلى الطائفية السياسية، ويبدأ العراق يحترق شيئا فشيئا، ثم تأتي قوى وطنية أخرى وتقضي على هذا المفهوم.
فإذا الطائفية موجودة في العراق وفي أي دولة أخرى، والبذاهم موجودة والقوميات موجودة، لكن لم تكن نهجا سياسيا نظاما سياسيا. هذا هو الفرق ما بين، فمتى ظهرت؟ ظهرت في 1979 ووصلت مرحلتها وأوجها بعد 2003 في العراق، وهكذا بنيت عملية سياسية طائفية في العراق لتشعل العراق وتحرق المنطقة أيضا معه. نعم أستاذ فاروق الفتيان، يعني الطائفية بالتأكيد هي كانت الأساس الذي بنيت عليه المحاصصة بعد احتلال العراق عام 2003، هذا النظام السياسي الذي يعني تحتويه إيران والذي توجهه من خلال سفرائها مثل ما تحدثنا في القسم الأول. يا ترى الطائفية هنا في العراق ما هي أدواتها التي تستخدمها إيران من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية من وجهة نظرك؟ اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ساهمت بشكل كامل في زرع الطائفية. نعم الطائفية موجودة وإيران تسعى منذ عام يعني شعار تصدير الثورة طرح خميني بعد وصوله إلى السلطة، والحرب العدوان الحرب الإيرانية العراقية والعدوان الإيراني على العراق بدأ من أيلول 1980، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جذرت هذا الشيء من خلال إيجاد المحاصصة الطائفية، ومن خلال إيجاد دستور يعتمد المحاصصة الطائفية، ومن خلال منح قوة معروف ولائها إلى إيران ومعروف طائفيتها سواء كان حزب الدعوة أو الأحزاب الأخرى أو المجلس الأعلى. هذه أحزاب وكتل طائفية تطرح ولاء لإيران أكثر من ولاء للعراق، ولذلك إيران استغلت هذا الشيء، ومن مصلحتها أن جسد شعارها اللي فشل الخميني في تحقيقه نتيجة التصدي العراقي إلى تصدير الفكر الصفوي والنهج الصفوي إلى كل من العراق، ومن العراق ثم الانتقال كان في السابق إلى سوريا وإلى لبنان وإلى اليمن وإلى أي دولة ممكن أن تتحرك فيها إيران. هي تسعى لإثارة النعرات الطائفية في البحرين، في الكويت، في السعودية، في أي مجتمع، حتى في نيجيريا بدأت تطرح، حتى في كثير من الدول اللي متواجدة فيها جالية عربية إسلامية في أوروبا بدأت النهج الإيراني يطرح المسألة الطائفية بشكل واضح وصريح للطائفية، مثل ما ذكر ضيفك الطائفية السياسية وليست الطائفية بمعناها اللي هي كل إنسان يعتقد بمذهب معين. هذه مسألة إيجابية إذا كانت المسألة كل شخص يعتقد بمعتقداته ولكن ليس على حساب معتقدات الآخرين وليس تجهيرا سياسيا لطمس حقوق الآخرين. فلذلك هذا الشيء أصبح متأصل في الدولة العراقية أو في النظام العراقي نتيجة وجود هذا الدستور ونتيجة وجود هذه الأنظمة السياسية اللي توالت على حكم العراق من عام 2004 ولحد الآن. طيب أستاذ عبد القادر، ما المكاسب التي حققتها إيران من استخدام الطائفية في العراق؟ يعني طبيعة هذه المكاسب، مكاسب سياسية، اقتصادية، استراتيجية؟ أولا الطائفية التي انتهجتها إيران كانت حقيقة برغبة دولية لتنفيذ خارطة الشرق الأوسط الجديد وتقسيم البلدان العربية إلى دويلات متناحرة، وبالتالي إيران قفزت على هذه القضية لتحقيق غايات واستراتيجيات مهمة في هذا الإطار. لذلك هي استغلت احتياج المجتمع الدولي والاحتلال الأمريكي لخارطة الشرق الأوسط الجديد من أجل الوصول إلى مرحلة الطائفية أو التقسيم المجتمعات وزرع بذرة التفرقة بين هذه المجتمعات وإنتاج حرب أهلية كما خطط المحتل، إبعاد شبح المقاومة عنها، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا بهذا الإطار. نعم هناك قد حققت مكاسب، لكن اليوم حقيقة هذه المكاسب سرعان ما انكشفت. يعني دائما المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى عدة عقود، يعني أقل تقدير 5 عقود، 50 سنة حتى يتم
يتم يكون هناك وعيا شعبيا ضدها. في العراق الطائفية الإيرانية كشفت حقيقة، نعم هناك من انغرف فيها في بداية العقد الأول من الاحتلال الحالة الإعلامية ولمساعدة الإعلام الدولي في هذا الإطار، لكن الآن وصلنا إلى مرحلة متقدمة. أولا كشفت المشروع الإيراني باعتماده على الطائفية لدى الشعوب ولدى هؤلاء الذين تم استخدامهم. إيران حققت بالطائفية كثير، وربما أبرز تحقيق لها هو عملية الانتشار بحرب الوكالات داخل بلدان هي كانت تحلم أن تتواجد فيها ولا تستطيع أن تتدخل فيها عسكريا، وبالتالي أوجدت ميليشيات ووكلاء لها يمكن أن تساهم في عملية الحرب الباردة من زيادة نفوذها في هذه البلدان وزيادة ما تريده من تحقيق غايات أساسية لتدمير البلدان العربية من خلال وكلاء جدد. هذا هؤلاء لم يكونوا يوجدوا أو لم يكن إيجادهم لولا الورقة الطائفية، فقد حققت إيران بهذه القضية إيجاد ميليشيات في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، تسعى إلى تدريب كما يحدث الآن لبعض المرتزقة من دول الخليج في جرف الصخر على سبيل المثال لأيضا إنتاج نفس السيناريو. لذلك تمدد نفوذ إيران خارج حدودها من دون أن يكون هناك تدخلا عسكريا واضحا ربما يستخدم لاحقا في من قبل المجتمع الدولي في إدانتها. لذلك حققت ازدياد هذا النفوذ من خلال تواجد هذه الميليشيات. ثانيا هذا حقيقة مكنها من صناعة أنظمة تابعة لها وزرع وكلائها في قلب العملية السياسية والأمنية، لذلك يتراها تتواجد في على القرارات السيادية السياسية في العراق على سبيل المثال كما في بلدان أخرى، وبالتالي يتم إحراج الدول الأخرى المجاورة للعراق لأنه لابد أن يتفاهمون مع إيران من أجل الوصول إلى مرحلة تسوية داخل العراق. لذلك حققت أنها هي صاحبة القرار السيادي والسياسي في العراق من خلال داخل العراق ومن خلال خارج العراق، وبالتالي أيضا حققت لصالح التفاوض النووي لها فضلا عن المكاسب الاقتصادية الأخرى. لذلك كانت الورقة كبيرة لها واستراتيجية في تحصيل مصالح لها داخل العراق وخارج العراق. أستاذ حسين، بلا شك ثورة تشرين حطمت صنم الطائفية بلا شك، يعني بشهادة العالم أجمع. يعني من وجهة نظرك خلال المرحلة المقبلة وأزمة تشكيل الحكومة وانطلاق تصريحات من هنا وهناك من داخل العملية السياسية تحديدا من الإطار التنسيقي بأن الصراع ربما ينتقل إلى الشارع العراقي، يعني في تلميح إلى موضوع الصراع الطائفي أو التداعيات الطائفية أو الفوضى الطائفية، من وجهة نظرك هل ترى بالمستقبل ربما شبح الطائفية بقيادة الكتل السياسية ممكن أن يظهر من جديد؟ إذا أردنا نوصف ثورة تشرين والطائفية أو القوى السياسية الموجودة، ثورة تشرين تمثل الشعب نعم، ولكنها تمثل القوى الناعمة ليست الصليبة، سلمية، ثورة سلمية لكنها نعم. الناعمة شعب جمهور تحرك. أما القوى السياسية تملك القوى الصليبة اللي هي القوة والمال والمسلحة والمال والقرار داخل الدولة. من ناحية أخرى أنه المجتمع الدولي إلى أين متجه؟ هل متجه نحو دولة ديمقراطية أو دولة قومية أو دولة مدنية في العراق بعيدة عن الطائفية، أم متجه ليدعم القوى الطائفية لتأسيس نظام طائفي يمزق من خلاله الدول؟ أنا أعتقد المجتمع الدولي لحد هذه اللحظة داعماً بقوة للنظام العراقي اللي موجود الذي أسسه ب 2003 المدعوم إيرانياً في نفس الوقت. فأعتقد أنه ثورة تشرين قدمت أقصى ما تستطيع من شهداء وتضحيات وأعطت فكرة، الفكرة بسيطة جدا وواضحة وأسقطت جميع الأفكار البقية. أعطت فكرة نريد وطن، كلمة نريد وطن يفهمها الأستاذ يفهمها التلميذ، يفهمها الإمام ويفهمها المؤتم، يفهمها العامل ويفهمها المهندس، يفهمها المريض ويفهمها الطبيب، كل القوة كل المجتمع يفهم نريد وطن. بهذه العبارة البسيطة جدا استطاعت أن تشعل ثورة داخل العراق وتقلب على الطاولة على القوى السياسية. أما هل القوى السياسية ستسكت أم لم تستخدم قوتها ونفوذها وإيران سوف لن تدعمها في إثارة الطائفية والاغتيالات؟ لا أعتقد الأمرين مرجحين، في كل واحد له كفة
يتفوق على الآخر. العامل الحاسم هو العامل الخارجي، لأننا في نظام في 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 دول عربية، في نظام العالم الثالث الذي لا تستطيع تغيير أي نظام فيه بدون الإرادة الدولية والمستمع الدولي. نعم، هذه نقطة مهمة. نعم، أنتقل بها للدكتور فاروق. دكتور فاروق، فيما يخص موضوع الإرادة الدولية والعامل الدولي، ثورة تشرين في الداخل ثورة سلمية نستطيع أن نصفها بأنها عارمة، كانت ثورة شاملة للشعب العراقي، كانت تريد وطن، تريد التغيير، لا تريد هذا النظام القائم على الفساد وقائم على المحاصصة وقائم على تقاسم النفوذ. ترى هل ترجح ما ذهب إليه الأستاذ حسين بأن هناك مستقبلا سيكون دعما مجتمعيا دوليا لنظام المحاصصة الذي لم يأتي بخير للعراق والعراقيين؟ الحقيقة يعني ثورة تشرين قلبت كل المخططات، سواء النظام الإيراني أو التوجهات الأمريكية، وأعطت للعالم أجمع أن العراق لا زال هو شعب واحد وأنه هناك إمكانية للتغيير. ولكن التآمر على ثورة تشرين، الحقيقة ثورة تشرين واجهت خطر، يعني الخطر الأول اللي هو كان بسبب لا إرادي، وهو انتشار مرض الكورونا والإجراءات اللي اتخذت في مختلف دول العالم بعدم التجمع وعدم هذا ساعد على إضعاف حركة التغيير والثورة اللي كانت مجتاحة جميع المحافظات الجنوبية وبغداد إلها. والدور الثاني الدور الدولي، لا زال نعم لا زالت الإرادة الدولية ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على دعم نظام المحاصصة، النهج استمرار النهج اللي بنت عليه بعد يعني بنت عليه نظرية بريمر بعد الاحتلال، من خلال الدستور الموجود ومن خلال دعم هذا النظام. وهناك دلائل كثيرة، يعني مجيء بعد سقوط عادل عبد المهدي، مجيء مصطفى الكاظمي. من هو مصطفى الكاظمي؟ من دعم مصطفى الكاظمي؟ من لا زال يدعم مصطفى الكاظمي؟ هذا التشرذم الموجود من 10/10 ولحد الآن لم تشكل حكومة، ومع ذلك الحالة شبه راكدة أو شبه كأنما شيئا لم يكن، والعملية تسير بشكل طبيعي في المؤسسات وفي الخارج وفي العلاقات العربية والعلاقات الدولية للعراق. هذا الحقيقة أنا باعتقادي هو نهج التدمير لا زال قائم، نهج تدمير البنى التحتية للعراق إلى الدرجة اللي يوصل إلى ما مخطط إليه، وما قال ما قال بيكر أنه سنعيد العراق إلى القرن 19 هو يهدف. وإلا بماذا نفسر لحد هذه اللحظة منذ الاحتلال ولحد الآن لا يوجد كهرباء ثابت في العراق، لا توجد صناعة متطورة في العراق، لا توجد زراعة في العراق، لا يوجد أي شيء ممكن أن يستخدم لتطوير البنى التحتية في العراق. فإذا هي ليست فقط الطائفية، الطائفية هي جزء من عملية الحرب اللي موجهة ضد العراق، الطائفية مع التدمير في جميع مرافق الحياة ومنها المؤسسات في الدولة في المجتمع. ولذلك أنا باعتقادي أن المسألة ليست سهلة، المسألة ليست بسيطة. للأسف أنه ثوار تشرين كانوا لم يتلقون أي دعم عربيا ولا دوليا ولا حتى داخليا إلا من خلال سواعد لا تمتلك شيء. كثير من الشهداء كان يخرج وهو لا يملك غير مثل ما نقول قوت يوم لهذا اليوم، ومع ذلك نزل إلى ساحة التحرير وإلى ساحة الحبوبي وإلى ساحات الأخرى في البصرة وفي النجف وفي كربلاء وفي بابل. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي
العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أثينا في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم. ونشكر أيضا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر سكايب من عمان. شكرا أستاذ عبد القادر النايل. وشكرا لضيفي أيضا الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا ضيفي الكرام، شكرا لوجودكم معي في هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، يبقى التساؤل الذي نطرحه: إلى متى تظل التدخلات الإيرانية في العراق؟ إلى متى تظل إيران مبتلعة العراق بالكامل؟ وإلكم الله العراقيين.